الفيديو السابق شاهدنا طريقتين مختلفتين لتحديد حالة الأكسدة. أول طريقة لذلك كانت طريقة الكيمياء العامة، والطريقة الثانية هي طريقة الكيمياء العضوية، حيث نرسم الصيغة البنائية ونحسب الكهروسلبية ونستخدم هذه الصيغة لإيجاد حالة التأكسد. حالة التأكسد تساوي عدد إلكترونات التكافؤ التي تمتلكها الذرة في العادة، ومن ذلك نطرح عدد إلكترونات التكافؤ التي لدينا حول الذرة بعد حساب الكهروسلبية. والطريقة الثانية لعمل هذا هي أفضل بكثير بالنسبة للجزيئات العضوية المعقدة. لننظر إلى واحد من تلك الجزيئات الكيميائية العضوية المعقدة، ولنرى إذا كان بالإمكان تعيين بعض حالات التأكسد. إذا سأرسم الصيغة البنائية لجزيء يسمى الأسيتالدهايد أو إيثانال. الأسيتالدهايد أو إيثانال، هذه الصيغة البنائية للإيثانال. وعند استخدام طريقة الكيمياء العضوية لتعيين حالات الأكسدة، يلزمنا أن نرسم كل الإلكترونات التي لدينا، ويمكن رؤية ماذا يحدث لهم بشكل أفضل. عند التفكير في الكهروسلبية، إذا نقوم برسم كل الإلكترونات على الإيثانال. الآن لنفكر في تحديد حالة التأكسد للكربون. إذا أردت تحديد حالة التأكسد للكربون هنا، الكربون هنا على اليسار، يجب في البداية التفكير في الفرق بالكهروسلبية بين هذا الكربون وهذا الهيدروجين الذي يحيط بهذا الكربون. حسنا، نعلم أن الكربون أكثر كهروسلبية من الهيدروجين، إذا سنتعامل مع هذه كروابط أيونية، بالرغم أنه من الواضح أنها روابط تساهمية. إذا كانت روابط أيونية، هذا يعني أن الكربون أكثر كهروسلبية وسيحصل على كل هذه الإلكترونات. إذا الكربون سيحصل على كل هذه الإلكترونات. إذا الكربون سيحصل على هذه الإلكترونات وهذه، ماذا عن الإلكترونين بين ذرتي الكربون هنا؟ ذرة الكربون التي كنا نتحدث عنها وهذه الذرة، بما أنهم لديهم نفس الكهروسلبية، فإن كل كربون سيحصل على واحد من هذه الإلكترونات. إذا الكربون الذي كنا نتحدث عنه سيحصل على ذلك الإلكترون. الآن لنطبق الصيغة. عدد إلكترونات التكافؤ للكربون عادة هي 4، ومن ثم هذا الرقم سنطرح عدد الإلكترونات حول الكربون بعد حساب الكهروسلبية من هذا الرقم. لنحسب الإلكترونات التي وضعناها بدائرة هنا، هذه 2 4 6 7. إذا 4 ناقص 7 هذا يعطينا حالة التأكسد تساوي -3. إذا هذا الكربون لديه حالة تأكسد -3. ماذا عن الكربون هنا على اليمين؟ ما هي حالة التأكسد له؟ مرة أخرى سنفكر في الفرق في الكهروسلبية، ونعلم أن هذا الكربون في اليمين سيحصل على هذا الإلكترون. ماذا عن الإلكترونين الموجودين في الرابطة بين الكربون والهيدروجين؟ نرى أن الكربون هو أكثر كهروسلبية، إذا سيحصل على هذين الإلكترونين. الإلكترونات في الرابطة الثنائية بين الكربون والأكسجين، الأكسجين هو أكثر كهروسلبية من الكربون، إذا الأكسجين سيأخذ كل الإلكترونات في الرابطة الثنائية. إذا لا يمكن القول أن هذه الإلكترونات هي حول الكربون، إذا الكربون لديه 3 إلكترونات حوله. في العادة الكربون لديه 4 إلكترونات، 4 إلكترونات تكافؤ. وإذا أردنا تعيين حالة الأكسدة لهذا الكربون، هناك بالعادة 4 إلكترونات تكافؤ حول الكربون، ولديه 3 إلكترونات حوله بعد حساب الكهروسلبية. إذا لديه حالة تأكسد وزائد 1. إذا لنرسم المنتج لنرى التفاعل الكيميائي، لنرى التفاعل الكيميائي العضوي الفعلي، بحيث نحول الجزيء في اليسار إلى الجزيء في اليمين. إذا سأرسم حمض الخليك ولنعين حالة التأكسد لحمض الخليك، ويمكن إيجاد أي نوع من التفاعل يخضع له الجزيء. إذن هنا لدينا حمض الخليك على اليمين والإيثانال على اليسار، ونريد تحديد حالات التأكسد. إذن سنرسم كل الإلكترونات لفهم أفضل لما يحدث لذرات الكربون في هذا الجزيء أو في هذا التفاعل. إذا لنرسم كل الإلكترونات هنا حول حمض الخليك.
وسيبدو شيء كهذا. إذا لنعين حالات التأكسد مرة أخرى للكربون، وسأركز على هذا الكربون. ومرة أخرى هذا الكربون سيأخذ هذه الإلكترونات وهذه الإلكترونات وهذه وهذا الإلكترون المفرد هنا. إذا نفس الحالة، إذا سيكون 4 ناقص 7، وهذا يساوي حالة التأكسد تساوي -3، وهو نفس العدد الذي حصلنا عليه على الجانب الأيسر. إذا لا نغير، لا تغير في حالة تأكسد الكربون على اليسار. ماذا عن الكربون على اليمين هنا؟ لهذا الكربون، إذا أردت تعيين حالة التأكسد لهذا الكربون مرة أخرى، نحصل على هذه الإلكترونات، لكن الآن ماذا يحدث إذا أضفنا هذا الأكسجين هنا؟ وهذا الأكسجين هو أكثر كهروسلبية من هذا الكربون. إذا الأكسجين سيسرق الإلكترونان في الرابطة التي بينه وبين الكربون، لأننا نتعامل مع هذه كرابطة أيونية. الكربون لا يحصل على أي من هذه الإلكترونات، وفي الرابطة الثنائية أعلى هنا كما في السابق، الأكسجين أكثر كهروسلبية، إذا سيسرق كل هذه الإلكترونات. إذا هذا الكربون لا يحصل على أي من هذه الإلكترونات أيضا، إذا يحصل فقط على إلكترون واحد من هذه الرابطة هنا. وإذا أردت تعيين حالة التأكسد لهذا الكربون، الكربون لديه 4 إلكترونات تكافؤ، ولديه فقط 1 إلكترون حوله بعد حساب الكهروسلبية. إذا لديه حالة تأكسد -3، وهذا متغير عن المثال على اليسار. إذا هنا على اليسار لدينا حالة تأكسد تساوي -1 على اليسار، وهنا على اليمين لدينا حالة تأكسد تساوي -3. إذا لدينا زيادة في حالة التأكسد لذلك الكربون. وشاهدنا في الفيديو السابق أن الزيادة في حالة التأكسد يعني أن الكربون تأكسد في هذا التفاعل. إذا هذا تفاعل تأكسد، أوكسيديشن. إذا أكسدنا الإستالدهايد أو الإيثانال، فإننا سنحصل على حمض الخليك كمنتج. إذا هذه طريقة جيدة لمعرفة حالات التأكسد لذرات الجزيئات العضوية. لنقوم بحل بعض الجزيئات العضوية المعقدة. لنقوم بحل بعض الجزيئات العضوية المعقدة ولنرى كيف يمكن تطبيق هذا. لنرسم حلقة من 5 كربونات هنا، ولنضع بعض الروابط الثنائية هنا وهنا، ولنضع الهيدروجينات تخرج من الكربونات هكذا، وأيضا سأضع زوج إضافي من الإلكترونات المنفردة على هذا الكربون هنا. دعونا نضع كل الإلكترونات، دعونا نضع كل الإلكترونات على الروابط، لأننا سنحدد حالات التأكسد. إذا لنرسم هذه الإلكترونات على هذه الروابط هنا. إذا لنضع كل الإلكترونات، وهذا الجزيء في الواقع هو أيون، هو أيون. ما سنقوم به الآن هو تحديد الشحنة الظاهرة على هذا الجزيء أولا، ومن ثم سنعين حالات التأكسد، وستكون طريقة جيدة للمقارنة بين الشحنة الظاهرة وحالات التأكسد، لأن كلاهما مشابهين جدا لبعضهم البعض. إذا أولا لنحدد الشحنة الظاهرة، وسنركز على الكربون في الأعلى لنستخدم لون مختلف للشحنة الظاهرة حتى لا نتشوش بين الشحنة الظاهرة وحالات التأكسد. إذا أردنا تعيين الشحنة الظاهرة formal charge الكربون في الأعلى هنا، سنتعامل مع هذه الروابط كأنها روابط تساهمية. وإذا تعاملنا معها كروابط تساهمية، فإن هذه الرابطة بين الكربون والهيدروجين ستكون مشاركة بشكل متساوي. إذا ستكون هكذا، والصيغة لحساب الشحنة الظاهرة تقريبا مثل الصيغة لحساب حالة التأكسد. نأخذ عدد إلكترونات التكافؤ للكربون في العادة لديه 4، ومن ذلك نطرح عدد الإلكترونات التي حددتها للتو لتلك الذرة. إذا كم عدد الإلكترونات التي تحيط بالكربون هذا؟ الآن هناك 1 2 3 4 5 في تلك الدائرة التي رسمتها. إذا 4 ناقص 5 سيعطينا -1. إذا هذا الكربون لديه شحنة ظاهرة -1، لذا هناك شحنة سالبة لهذا الجزيء. إذا هذا أيون.
هذا أيون السايكلوبنتادينايد، وهو مشحون بالسالب، وهذا مفهوم الشحن الظاهرة. الآن لنعود إلى حالات التأكسد. وفي حالة التأكسد نتعامل مع الروابط كأنها أيونية. إذا بدلا من أن يكون الكربون مشارك أو مساهم هذه الإلكترونات بين الكربون والهيدروجين، إذا كنا نحدد حالات التأكسد لهذا الكربون سأستخدم الأزرق، فإن الكربون سوف يسرق هذا الإلكترون. وعند مقارنة الكهروسلبية، وإذا أردنا تحديد حالات التأكسد لذلك الكربون، فإن عدد إلكترونات التكافؤ التي للكربون عادة هي 4، ومن ذلك نطرح عدد الإلكترونات حوله بعد حساب الكهروسلبية. والآن لدينا إلكترون زائد في الدائرة الزرقاء، إذا 2 4 5 6 2 4 5 6، إذا لدينا 4 ناقص 6، وهذا يعطينا حالة تأكسد سالب 2. إذا هذا الكربون لديه حالة تأكسد هي سالب 2. لننظر إلى كربون آخر في الحلقة، لنركز على هذا الكربون أسفل هنا. سنتعامل مرة أخرى معها كروابط أيونية، والكربون سيسرق هذه الإلكترونات، وبالطبع فإن ذرتي الكربون لديهم نفس الكهروسلبية، إذا فهو يتشارك بكل هذه الإلكترونات. سأفكر في حالة التأكسد لهذا الكربون. في العادة لديه 4 إلكترونات تكافؤ. كم عدد الإلكترونات التكافؤ حوله؟ 1 2 3 4 5، إذا 4 ناقص 5، وهذا يعطينا -1 لحالة التأكسد تلك. ويمكن أن نرى أنه على طول هذه الحلقة لدينا نفس الحالة بالضبط، هناك 5 إلكترونات حول ذلك الكربون، إذا 5 ناقص 4 يعطينا -1. إذا حالات التأكسد هي نفسها هنا، إذا -1، ومن ثم هذا الكربون نفس الشيء، هناك 5 إلكترونات حوله، إذا -1. لدينا كربون واحد لديه حالة تأكسد تساوي -1، ولدينا 4 كربونات من حالات تأكسد مع أو مع حالات تأكسد تساوي -1. آسف، الكربون في الأعلى لديه -2. -2. إذا لدينا حالات تأكسد مختلفة لذرات الكربون المختلفة. وأحيانا بدلا من حالات التأكسد الفردية التي تمثل بهذا الشكل، قد نرى ما يسمى حالات الأكسدة الجزئية. فمثلا للسايكلوبنتادينايد نرى هنا حالة أكسدة جزئية سداسية سلبية أو سالبة، وهذا يربك الطلاب كثيرا لأنهم يتساءلون من أين جاء هذا الرقم. حسنا، جاء هذا الرقم من استخدام طريقة الكيمياء العضوية لتحديد حالات التأكسد، ومن ثم إضافة حالات التأكسد الكلية. لنرى ما لدينا هنا، لدينا -2، إذا -2، -1، -1، -1، -1، إذا هذا ما مجموعه -6. المجموع الكلي لهذا يساوي -6، ومن هنا جاءت -6. الخمسة جاءت من حقيقة وجود 5 كربونات في هذا الجزيء، إذا -6 تقسيم 5، وهذا يعطينا حالة التأكسد الجزئية. في الواقع هي العدد الكلي لحالات الأكسدة لهذه الكربونات، لكن أحيانا يعبر عنها بحالات الأكسدة الجزئية، وهذا أيضا أربكني عندما كنت أدرس ولم أتخرج بعد. إذا على أمل أن تكونوا فهمتم ما الذي تعنيه حالات الأكسدة الجزئية. إذا استخدام الطريقة العضوية لتحديد أرقام الأكسدة سيجعل من السهل التعامل مع الجزيئات المعقدة. نراكم.